بحيث ان جميع المزانق والحاجات دي كلها تيجي كويس. وببدأ بعد كده ان انا ايه امسح بالقماشة اللي معايا. طبعا الجليز ده يا جماعة له مسميات كتير، وكل مكان وله مسمياته زي ما احنا قلنا. طبعا اسمه ليدي شفاف، في بعض الاماكن اسمه ليدي شفاف. ممكن برضو تجيب في بعض الدول، ممكن تجيب زمط وتضيف عليه زيت حطب او زيت كتان، وبعد كده ايه ديله بارد بحيث ان هو ما ينشفش معاك بسرعة. يعني ده جليز خامة بطيئة الجفاف زي ما حضرتك كده شايف وانا شغال. بتبدأ تفاصيل الشغل تبان معايا انا كده بقى ايه، وانا شغال كده وبمسح بتبدأ تفاصيل الشغل تبان معايا. العالي بيبقى فاتح والغاطس بيبقى غامق، بيدي شكل جميل في الاخر بعد ما بيخلص.